قال: وكان بركة بن طوجيخان صاحب بلاد الشمال التي قاعدتها الآن السراي قد أسلم على يد الباخرزي أحد مشايخ الصوفية وأوصاه بالخليفة المستعصم. وكتب بركة إلى الخليفة يعرفه ذلك وأنه معاضده وناصره، وانتظمت الصحبة بينه وبين الخليفة. فمر هولاكو على بركة قاصدا بغداد، فاعترضه بركة ومنعه من ذلك وقال: إن الخليفة صاحبي فلا سبيل إلى وصولك إليه، وإن لم ترجع عنه حاربتك. فتوقف هولاكو حينئذ عن قصد بغداد سنتين حتى مات بركة، فقصد بغداد حينئذ. هل من تعليق؟ ماذا عندكم؟ ماذا تقولون؟ تعليق: خيالات وروزخونيات داعشية. فاحشة بغداد الكبرى التي ارتكبها ابن الخليفة والدويدار ضد الشيعة لم يكن بينها وبين قصد هولاكو بغداد وتحركه إليها سنتان. لاحظ المجزرة، الفاحشة الكبرى، الإبادة التي وقعت على الشيعة في بغداد الكرخ لم يكن بينها وبين تحرك هولاكو وقصد هولاكو لبغداد سنتان، لم يكن بينها سنتان، بل كانت الفترة ما يقارب العام الواحد، إذا كان يقصد فتنة الكرخ التي حصلت في آخر شهر من سنة 654 هجري. وستكون الفترة أقل من السنة بكثير إذا كان القصد الفتنة بين السنة والشيعة سنة 655 هجري. فهذه حصلت في نفس سنة سير هولاكو إلى بغداد قادما من همدان، فكلتاهما وقعتا في سنة 655، أي الفتنة وسير هولاكو وقعتا في سنة 656 هجري، فأين السنتان؟ حتى يقول: تحرك هولاكو فمنعه بركة وانتظر لمدة عامين حتى تحرك مرة ثانية نحو بغداد هولاكو. لاحظ هذه الهمبلة، لاحظ هذه الأكذوبة، لاحظ هذه الروزخونية. يقول: حصلت المجزرة وحنق وحقد ابن العلقمي، فأرسل إلى هولاكو، فتحرك هولاكو فمنعه بركة، فبقيت الأمور ساكنة لمدة عامين، ثم تحرك هولاكو ثم اجتاح بغداد. لاحظ كم أعطى فترة بين وقوع الفتنة والمجزرة ضد الشيعة وبين دخول بغداد، أكثر من عامين. وفي حقيقة الأمر وفي واقع الأمر أن ما حصل بالمجزرة على الشيعة وسير هولاكو نحو بغداد لا يتجاوز العام بكل تأكيد. في تاريخ بغداد جزء 48 في صفحة 23 قال الذهبي: سنة 54 و600 فتنة الكرخ، فيها كانت فتنة الكرخ في ذي الحجة في 654 هجري، قتل أهل الكرخ رجلا من قطفتا، فحمله أهله إلى باب النوبي ودخل جماعة إلى الخليفة وعظموا ذلك ونسبوا أهل الكرخ إلى كل فساد، يعني هذا عبارة عن كذب وافتراء، فصدقهم الخليفة. هنا صدقهم الخليفة، في تحرك المغول لم يصدق الخليفة، ونسبوا أهل الكرخ إلى كل فساد، فأمر بردعهم، فركب الجند إليهم وتبعهم الغوغاء، فنهب الكرخ وأحرقت عدة مواضع، وسبوا العلويات وقتلوا عدة، واشتد الخطب، ثم أخمدت الفتنة بعد بلاء كبير وصلب قاتل الأول. لاحظ في أواخر 654 حصلت المجزرة، بعد المجزرة على ابن العلقمي أن يرسل إلى هولاكو، فأرسل إلى هولاكو، هذه أيضا فترة زمنية، لاحظ في ذي الحجة يعني في آخر شهر من سنة 654، فأرسل إلى هولاكو. هناك هولاكو يحتاج إلى أن يجهز الجيش، فجهز الجيش والعساكر فتحرك،
نحو بغداد. وبعد هذا في نهاية 655 وفي بداية 656 في الأيام الأولى حصلت معارك خارج بغداد وانكسر جيش الخلافة. إذن الفترة أقل من عام بين الحادثة الأولى المجزرة الأولى وسير هولاكو، وفي المجزرة الثانية أقل بكثير من العام. وقال أيضا الذهبي ثم قال سنة 55 و600 الفتنة بين السنة والشيعة، وفيها كانت فتنة هائلة ببغداد بين السنة والشيعة أدت إلى خراب ونهب، وقتل جماعة من الفريقين واشتد الأمر، ثم بعث الخليفة من سكن الفتنة. ثم قال الذهبي مسير هولاكو إلى بغداد، وفي سنة 655 هجري سار هولاكو من همدان قاصدا بغداد. إذن هذه الفتنة بين السنة والشيعة حصلت في سنة 655، وهولاكو سار أيضا في سنة 655، فأين السنتان؟ تعلم الأبالسة الكذب من ابن تيمية ومن المنهج التيمي. يقول ثم قال مسير هولاكو إلى بغداد، وفي سنة 655 هجري سار هولاكو من همدان قاصدا بغداد، فأشار ابن العلقمي الوزير على الخليفة ببذل الأموال والتحف النفيسة إليه، فثناه عن ذلك الدويدار وغيره. لاحظ إذن فتنة الكرخ كانت في ذي الحجة، أي آخر شهر من سنة 654 هجري، وفي سنة 655 هجري سار هولاكو، فلا تتجاوز الفترة بينهما السنة الواحدة، فأين السنتان اللتان توقف فيهما هولاكو عن غزو بغداد بناء على طلب بركة صاحب بلاد الشمال؟ وكذلك في الفتنة الثانية في سنة 655، وفي نفس السنة سار هولاكو إلى بغداد. إذن وكذلك الفتنة الثانية والمجزرة على الشيعة حصلت في 655 هجري، وفي نفس السنة سار هولاكو إلى بغداد، فأين السنتان اللتان توقف فيهما هولاكو عن غزو بغداد بناء على طلب بركة صاحب بلاد الشمال؟ خزعبلات ألف ليلة وليلة تيمية. يكمل صاحب كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة القلقشندي يقول وكان عسكر بغداد قبل ولاية المستعصم 100,000 فارس، فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل إقطاعاتهم، فصار عسكرها دون 20,000 فارس. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ إذن المستعصم سرح الجيش، سرح العساكر من أجل أي شيء؟ لضرورة الحاجة إلى الأموال كي يحملها إلى هولاكو. فأين ابن العلقمي في هذا القرار؟ نكتفي بهذا المقدار من الكلام في النقطة الثالثة، الخليفة ومواليكه وحاشيته. وأيضا ذكرنا سابقا ما فيه فائدة وله مدخلية في هذه النقطة الثالثة، وأيضا سنذكر لاحقا بعض الموارد التي أيضا لها مدخلية في النقطة الثالثة ممكن الاستفادة منها.